خير يا هيدي. سعد صباحك يا عفاف، كيفك؟ صباحك تمام الحمد لله، مشتاقة وانا كثير مشتاقة لك، بدي اقول لك الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. صباح الخير لجميع مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. طبعا اكيد وانا اشتقت لكم واشتقت لكل حدا انضم لنا باستديو صباحنا غير، ولكادر صباحنا غير باستديو الاخبارية من اخراج واعداد وتصوير. بدي اتمنى لكم بهذا اليوم وبكل صباح يحمل معه كل الاشياء يلي بتحبوها وكل الامور يلي عم تسعوا لها وبدكم تحققوها. اليوم فقراتنا مميزة ومتعددة، ولكن اكيد بدي ارجع صبح على هايدي بالاول. اكيد بدي ارجع لك من جديد، نورتي صباحنا يا عفاف، واكيد صباح الخير لكل مشاهدي الاخبارية السورية من وين ما كنتوا عم تتابعونا. يوم جديد ونهار جديد، يا رب يحملكم كل الخير والصحة والرزق وراحة البال. ومثل العادة مشاهدينا ساعة ونص من الوقت بالعديد من الفقرات المتنوعة وتقارير بمحافظتنا السورية. مثل العادة إن شاء الله يا رب نكون إخفاف على قلوبكم ونقدم لكم دائما المعلومات المفيدة. قولوا يا رب وخلونا نبلش مشوارنا الصباحي، ولكن بعد الفاصل. هايدي ورح نبدأ من إيطاليا. وبأعماق إيطاليا تتخبى مدينة أثرية غارقة كانت تعرف بأنها وجهة سياحية للأقوياء وللأغنياء كمان، وبتطلق عليها اسم لاس فيغاس روما. وبتكشف لقطات مذهلة تحت الماء من أثار منطقة بايا المهجورة اللي كانت يوما ما هي منتجع مزدهر للعطلات بخليج نابولي، وبحيث بتجول فيها الأسماك الآن في الأراضي يلي كانت مليئة بالحياة. رح نتابع تفاصيل كتير ضمن هالريبورتاج. موسيقى
إلى بإيطاليا رح نروح مباشرة لفرنسا، وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو إدراج جزر الماركيز إحدى الأرخبيلات الخمسة التابعة لبولينزيا الفرنسية في قائمة التراث العالمي. واعتبرت المنظمة على موقعها أن هذا الموقع المختلط المتسلسل في جنوب المحيط الهادي يقع شاهدا استثنائيا على استيطان الحضارة البشرية. خلونا نتابع سوا المادة التالية ونرجع. ولآخر أخبارنا مشاهدينا من صحراء أتاكاما، أكثر الصحارى جفافاً على كوكب الأرض والواقعة بتشيلي. تزينت الكثبان الرملية بزهور بيضاء وبنفسجية في الأيام القليلة الماضية، وهالشي بعد أمطار مبكرة أجت بغير موعدها، وكمان أحيت زهور ميتة بفصل الشتاء. كمان رح نتابع. صباح الخير عن جديد وصباح الابتسامة يلي يا رب على طول ترافق وجوهكم الحلوة. مشاهدينا اليوم موضوعنا الطبي، رح نحكي عن الابتسامة، وكلنا نعرف انه الابتسامة المثالية هي حلم لكل الاشخاص اليوم انه تتناسب اطوال الاسناء مع الجزء الظاهر من اللثة، ولكن منشوف اليوم انه نسبة منيحة من الاشخاص بيعانوا من مشكلة طبية، مشكلة تراجع اللثة او الابتسامة اللثوية. قد هي الابتسامة اليوم يعفف يمكن بتخلي في قلة ثقة عند الشخص، بتأثر عليه بشكل كبير على حياته ونفسيته. صحيح، هيدي ممكن تسبب له مشاكل كثيرة نفسية بسبب التنمر يلي بيتعرضوا له، هم بنفس الوقت بيكون بدهم علاج عند دكتور الأسنان وممكن يهملوا هي القصة، ولكن تختلف هي المشكلة وظهور اللثة من شخص إلى آخر حسب حالته الصحية والحالة المرضية يلي ممكن هو يكون عم يعاني منها. لهيك اليوم ضمن فقرتنا الطبية رح نتعرف على أسباب ظهور هي اللثة وطرق العلاج ايضا وانواعها عند الاشخاص مع الدكتوره يلي صارت معنا بالاستديو جوليانا حبيبو، هي ماجستير في امراض اللثة وزراعه الاسنان. يسعد صباحك واهلا وسهلا. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن موضوع كتير مهم، الابتسامة اللثوية. يمكن فعلا في نسبة من الأشخاص بتعاني من هذه المشكلة، خبرينا بشكل عام نحن شو بنقصد بالابتسامة اللثوية. بداية صباح الخير. أهلا وسهلا. موضوع الابتسامة اللثوية أو ما يسمى بشكل عام أو دارج هو الجومي سمايل، لكن المصطلح الدقيق لها هي الإكسسيف جنجيفال ديسبلاي، بما معنى الظهور الزائد للثة. غالبا نحن بنتقبل المريض أو شخص يبتسم تكون حدود اللثة ظاهرة عنده بحدود تقريبا 1-2 ملي مو أكثر. لما تبلش اللثة تظهر بنسبة أكبر بصير ما في تناسب بحجوم الأسنان مع حجوم اللثة، فبيظهر نوعا ما شكل من نسميه عادة شكل التكشير.
فببين شوي الشخص اجريسيف. بالنهاية الابتسامة كتير ضرورية لأنه هي اللغة اللي بيفهم الجميع. تمام صحيح. طب اليوم دكتورة هي معروفة بالابتسامة اللثوية أكتر شيء، خلينا نقول، وكتير من الأشخاص ممكن يعانوا منها وما بيعرفوا شو السبب. ممكن نشوف أطفال معهم بالوراثة ممكن تكتسب مع الأيام نتيجة بعض الحالات يلي بيمرقوا فيها، شو سببها بالضبط؟ تمام. هلأ بداية بوجود الأسنان المؤقتة أو اللبنية، نحن ما فينا نحكم على لثة إنه هي عم تظهر بشكل زائد. هذا الموضوع يعني يقر بشكل مفصلي بعمر 18، بيكون اكتمل نمو الفكين واستقرت اللثة بحدودها الطبيعية. بهذا العمر نحن بنقدر نحدد هي الابتسامة فيها ظهور زائد للثة أو لا. بداية في أسباب عنا وراثية، ممكن الأشخاص اللي عندهم نمط نمو طولي بيكون شكل الطول عندهم، شكل الوجه سوري، متطاول أكثر، بيخلي الأسنان طوال، بيخلي اللثة نوعا ما طويلة، هي أحد الأسباب. ممكن وجود أسنان قصيرة فبيصير عدم تناسب بالحجوم بين اللثة والأسنان. ممكن كمان تأثير العضلات المحيطة بالفم تكشف لنا جزء ظاهر من اللثة. تمام. من الأسباب خلينا نحكي عن طرق العلاج. كيف ممكن نحن نعالج اليوم هي المشكلة اللثوية عند الأشخاص؟ نحن من المعروف أنه ممكن نعالجها بطريقة جراحية أو ممكن مثلاً عن طريق البوتوكس، بنسمع عنه كتير، بس نحن بنقدر نعالج بطريقة تانية؟ ممكن نختار علاج طبيعي، أو هي العلاجات الموجودة عندنا اليوم هل هي بتناسب كل الحالات؟ خبرينا تفاصيل عن طرق العلاج. تمام. هلأ بداية بعلاج الابتسامة اللثوية، خلينا نقول ما في شيء طبيعي لأنه هي غالباً تحتاج تدخل جراحي. هي عملية معنا كتير معقدة، لكن هي تصنف تحت عمل تحت بند العمل الجراحي. غالباً بعض الحالات بتطلب مشاركة بين أكثر من طريقة علاج. مثلاً في عنا البوتوكس، هو أخف، خلينا نقول الطرق أو أكثرها لطافة، فهذا الموضوع ممكن نستخدمه عند الأشخاص اللي بتكون فعالية العضلات عند الشفة زائدة، فبتخلي الشفة العلوية ترتفع كتير عند الابتسام. نحن بحاجة نخفف من شدة العضلات فنحقن البوتوكس. ممكن أشخاص نعمل لهم شيء اسمه إعادة تموضع شفة، اللي غالبا بيكون نتيجة تطاول بالشفة، فنحن بنغير مستوى الشفة ارتفاعا أو هبوطا. ممكن الأشخاص اللي أسنانهم قصيرة يحتاجوا لعملية اسمها تطويل تيجان. طبعا هو كل إجراء منفصل يعني علم لحاله. تطويل التيجان بيخلي عندي الأسنان تبرز بشكل طول متناسب أو أقرب للنظامي، فبتكون حلت المشكلة. بالإضافة غالباً أغلب الحالات تحتاج كومبينيشن بين، أو يعني نجمع طريقتين علاجية ليأخذ المريض أفضل نتيجة ممكنة. طيب كمان دكتورة منشوف يعني هلا كمان من خلال الصور يلي عم نشوفها، غير الأشخاص يلي منشوفهم على الواقع بيعانوا من هاي المشكلة، منشوف في عندهم اختلاف باللون، لون اللثة. أوقات بتكون فاتحة غامقة، أوقات بتكون مايلة للزرق كتير، وشو سبب هذا الاختلاف بالألوان كمان؟ تماماً. هلأ العنصر الجمالي كتير مهم، لون الأسنان بالإضافة للمركب اللثوي اللي هو اللون الزهري الطبيعي الفاتح. ممكن تتلون اللثة بكتير ألوان، ممكن اللون يميل للأحمر، هذا دليل أو مؤشر أولي على وجود التهاب عندي. ممكن الأشخاص اللي حضرتك يمكن عم تذكري الأشخاص اللي عندهم لثة داكنة نوعاً ما، بني أو أسود، غالباً عند الأعراق اللي ما بتكون بشرتهم فاتحة، الأعراق الحنطية أو الأشخاص السمر، غالباً بتكون لون اللثة عندهم داكنة، فهذا شيء فيزيولوجي طبيعي. ممكن أشخاص عندهم متلازمات معينة مثل اضطرابات بالغدد الغدد الصم أو اضطرابات هرمونية، ممكن سبب جهازي يؤدي لي لتصبغ اللثة. فبداية نحن لازم ننفي السبب الجهازي، نبقى أنه هو موضعي، تلون موضعي، وبتم إزالته كمان بطرق جراحية مختلفة. تمام دكتورة، خلينا نرجع للأسباب. ممكن تكون سبب هاي المشكلة عامل وراثي معين أم لا؟ ممكن نتيجة مو خاطئ بالأسنان ونتيجة أي شيء أمر أدى اليوم لمشكلة الابتسامة اللثوية، خبرينا أكثر. تمام. هلأ مثل ما ذكرنا، الأشخاص اللي عندهم بشرة سمراء غالبا بتكون اللثة عندهم داكنة بشكل طبيعي. تمام. وبتتراوح درجتها بين خفيفة مثل البقع، أو بتكون تمتد
على شريط كامل للثة بين الأنياب، وغالبا بتظهر بلثة الفك العلوي، وخصوصي بيعانوا الأشخاص اللي عندهم ظهور ابتسامة زائدة، فبيظهر تظهر اللثة بلون غامق. بداية إذا كان فيزيولوجي طبيعي دون تدخل أدوية معينة، مثل عنا بعض مضادات الملاريا بتسبب لنا تصبغات، بداية أول شيء نحن بننفي مرض جهازي، بنشوف المريض شو عم يتناول أدوية. إذا ما في هدول العوامل عم تسبب لي تصبغات فهي فيزيولوجية، نحن بنقدر نشيلها بطرق جراحية متنوعة. يعني هدول الأشخاص لسه فوق الابتسامة اللثوية عندهم لثة غامقة، ممكن يكون إلى علاج اليوم أنه تتزبط مثلا بالإضافة لتصحيح الابتسامة اللثوية، نزبط لون اللثة أكثر، نصحح لونه أكثر؟ تمام. هلأ موضوع التصبغات هو صار كتير شائع، وأغلب المرضى لحسن الحظ صاروا ينتبهوا أنه هن عندهم تلون باللثة، فبيتم إجراء جراحي كمان بسيط ضمن العيادة. في تنوعت الأجهزة، في منها الليزر، في الإلكتروسيرجري الجراحة الكهربائية، في مثلا القش الجراحي العادي، بالإضافة لمقشرات نوعية تستخدم، بالإضافة لضمادات، لأنه نحن بعد إزالة اللثة المتصبغة بيبقى عندنا سطح جرح مفتوح، فلازم نهتم بالإجراءات ما بعد العلاج. لناخذ تقريبا إزالة التصبغات اللثوية بتصير بجلسة واحدة، لكن يعني لازم يصير في متابعة كل ما نتجنب أي التهاب تالي العمل الجراحي، وناخذ ابتسامة جميلة. أكيد. طب خلينا نعطي نصائح لكل الأشخاص اللي اليوم حابين يعالجوا هذه المشكلة وممكن يلجأوا للجراحة، خصوصا يمكن الأشخاص المدخنين والمؤرقلين، يمكن لازم يكون في نصائح قبل ما نخطي هي الخطوة، أو بالنسبة لموضوع الأكل والشرب إن كان قبل أو بعد هي العملية، خبرينا أكثر. تمام. هلأ في أشخاص عندهم بشرة بيضاء أو حنطية لكن عندهم تصبغات لثوية، سؤال حلو، وأغلب العالم المدخنين بيعانوا من هذا الموضوع نتيجة الدخان أو الأرجلة. مثلا في مرضى بيقولوا أنا ما بدخن بس بأرجل، فالدخان أو الأرجلة بيسببوا لنا هدول التصبغات، مع العلم أنه حتى لو أجرينا جراحة المريض رح ياخد ابتسامة لونها زهري وجميلة، لكن بعد فترة إذا استمر بالتدخين والأرجلة فهو رح يرجع يتعرض لنكس الحالة، فبترجع تتراكم التصبغات نتيجة الدخان بحرد تشكل الميلانين وترسبه بطبقات الداخلية للثة. بداية أنا بنصح المرضى بشكل عام أي مشكلة بيواجهوها ما يستنوا وقت طويل، لأنه بداية يعني بالبداية بتكون مشكلة صغيرة، كل ما أهملنا بتتطور المشاكل، بتصير مكلفة أكثر، بصير في خسارة بالنسج السنية والنسج حول السنية بشكل أكبر، وتحتاج لمسيرة علاج طويلة. يعني ما بتنصحيوني بعده عن الأرجيلة والدخان؟ هلا أنا بنصحهم أكيد. أنا ما سألتك هذا السؤال. بنصحهم بس ما فيني أفرض. تمام. بنصحهم بس ما فيني أفرض. بس بالمقابل في حدود دنيا، يعني لازم يجمع بين المتعة والصحة قدر الإمكان ليحصل على ابتسامة جميلة ويكون على ثقة دائمة. أكيد. طيب ممكن اليوم يدخل التقويم بعلاج هي المشكلة، نرجع لمشكلة الابتسامة اللثوية، ممكن التقويم يدخل بطريقة العلاج؟ تمام. في أحد أسباب الابتسامة اللثوية بيكون في شيء عندنا اسمه بزوغ منفعل. بزوغ المنفعل هو نوعا ما آلية معقدة، رح حاول أبسطها. الأسنان لما تبزغ باتجاه السطح الإطباقي للأسنان لسه تتراجع بشكل فيزيولوجي طبيعي لحد معين لتكشف الجزء التاجي من السن. بهي الحالات في بعض الحالات بيصير في عندي تأخر بالبزوغ المنفعل، فبيبزغ السن وبيستقر بوضعه الإطباقي لكن اللثة ما بتتراجع لمستواها الطبيعي. فإذا الطفل أو البالغ بحاجة تقويم تقويم سني، لكن ما هو الأساس بعلاج الابتسامة اللثوية؟ غالبا الحل هو الجراحي. تمام. بما أنه عم نحكي عن تراجع اللثة، في حال تم إجراء اليوم العملية الجراحية للثة، ممكن الشخص تنقص عنده الحالة وفعلا ترجع هي المشكلة أم لا؟ وشو بيكون السبب هون دكتورة؟ تمام. هلأ ببعض حالات اللي ذكرناها مثل تطويل التيجان، في عنا عمليتين، عملية منفصلة تسمى قطع اللثة وعملية تانية منفصلة تسمى قطع العظم. ببعض الحالات أو إذا تمت عملية إجراء قطع اللثة بأيدي مو خبيرة غالبا حالة بتنكس. ليش؟ لأنه في عنا مسافة مقدسة نحن بنسميها بين اللثة والعظم، هاي المسافة يجب احترامها بأي عمل جراحي حول سني، فإذا ما احترمنا هاي المسافة جسم رح يعمل ردة فعل عكسية ورح تنكس الحالة ورح تنكس بشكل نحن ما نضمن كيف النتيجة ممكن تطلع. فالأفضل على طول هو صاحب الخبرة أو صاحب الاختصاص الدقيق هو يجري العمل بأي علاج كان.
طيب اليوم مين الأشخاص المعرضين أكثر لحتى ينصابوا بهي المشكلة؟ ممكن إنه الشخص المعرض في طرق وقاية لحتى أنا ما وصل لمرحلة الابتسامة اللثوية؟ هلا بداية الإناث لسوء الحظ تكتر عندهم نسبة الابتسامة اللثوية من الشباب، مع العلم إنه الشباب بالوقت الحالي صار يهتم بالعنصر الجمالي مثل الصبايا، فالعنصر الجمالي مهم للطرفين، لكن كدراسات إحصائية أثبتت إنه الإناث بشكل عام بتكون نسبة الابتسامة اللثوية عندهم أكثر. ما في شيء هن بيعملوه بيسبب زيادة، أو ما في شيء طبيعي يعملوه ممكن يخفف من شدة الحالة، لكن بيتم دراسة كل حالة وفقا للمركب الوجهي الفموي، بالإضافة لفعالية العضلات المحيطة، فعالية العضلات الرافعة على الشفة، بالإضافة للمركب السني وحول السني. تمام. دكتورة جوليانا، حضرتك ماجستير بأمراض اللثة وجراحتها وزرع الأسنان. حكينا شوية عن موضوع اللثة والابتسامة اللثوية، خلينا نحكي بشكل مختصر عن زراعة الأسنان. اليوم في عنا تقنيات تجميلية علاجية عديدة اليوم للأسنان، خبرينا عن زراعة الأسنان، عن الإيجابيات عن السلبيات، مين هنون الأشخاص اللي بحق لهم فعلا أنه يلجأوا لهذا الإجراء؟ تمام. بداية الزرعة السنية مهما كانت جيدة ممتازة ما في شيء بيمثل أو بيوازي السن الطبيعي، لكن بحالات فقد نحن ما بيصير نترك المكان بدون أسنان، ما بيصير يصير في، لأنه المشاكل رح تتطور، رح يصير في عضة غلط، رح تتطور الأسنان، رح يصير في ميلان بأسنان مجاورة. الزرع السني هو الحل لحتى نحافظ على العظم. بالمقابل في مرضى للأسف بيهملوا كتير، ما بيأجروا الزرع السني بشكل حالي أو بوقته المناسب، فمع الوقت بيصير في عنا امتصاص عظم، ففي حالات كتير معقدة نحن بنحتاج نزرع عظم بالبداية، بعد فترة أو ممكن بنفس العمل الجراحي نزرع سن، فهو حل مثالي لنعوض عن الأسنان. طيب. أكيد. طيب خلينا هيك ندلل الأطفال شوي ونسأل، بخصوصاً ممكن نشوف أطفال اليوم عندهم ابتسامة لثوية وعم يعانوا من هاي المشكلة؟ هلأ المشكلة الأكبر عند الأطفال للأسف هي النخور أو العادات، خلينا نسميها العادات الخاطئة إن كان بالتغذية أو قلة العناية. فالمشكلة الأكبر عند الأطفال هي النخور السنية. الابتسامة اللثوية هي ما إلها معنى عند الأطفال. ممكن تصير بالوراثة عندهم نتيجة أنه بعض الأهل، الأم أو الأب أو حدا من العائلة عنده هاي المشكلة؟ طبعاً. يجي الطفل يورثها؟ طبعاً ممكن تظهر، بس لكن مثل ما حكينا مع استقرار نمو اللثة والمركب الفموي السني تظهر بعمر 18، لكن بعمر الطفولة نحن خلينا نتوجه أكثر لموضوع النخور، لأنه ما بيكون إلا معنى ولا بتأثر على شخصية الطفل. لا بعمر صغير أكيد لا، ما بيتم تشخيصها بعمر صغير، تشخص بعد عمر معين. طيب خلينا نعطي نصائح كيف نحصل اليوم على ابتسامة جميلة وكيف نحافظ على صحة أسناننا ونحافظ على صحة اللثة. قد ايه مهم اليوم التشيك الدوري لصحة اللثة من أي أمراض إن كان للأطفال أو حتى الكبار؟ تمام. بداية هي سلسلة، يا بنمشي فيها صح يا بنمشي فيها غلط، وإذا أخفقنا بمرحلة مو يعني نحن نهمل باقي المراحل، فكتير ضروري نحن مثل ما ذكرنا نتابع من أول مشكلة منواجهها كرمال تكون المعالجة بالحدود الدنيا وما نتعرض لخسارات كتير كبيرة. للأسف بعض الأهل بيعتبروا الأسنان المؤقتة هي أسنان رح تزول ورح يبصغ مكانها أسنان دائمة، لكن المشاكل اللي بتصير بالأسنان المؤقتة كونوا على ثقة أنه هي رح تظهر مشاكل بشكل أكبر بالأسنان الدائمة، فالأسنان المؤقتة إلى أهميتها لحتى تضمننا بزوغ أسنان دائمة بمكانها الصحيح ويكون عنا صحة فموية نوعا ما جيدة أو مقبولة، لأنه مثل أي عضو بالجسم كل ما أهملنا رح تستمر الخسارة أكثر، وربنا بيعطينا الأسنان مرتين، فالمرة الثالثة ما عاد يعطينا فلازم نحن ندور على حل. طيب دكتورة خلينا هيك كمان نروح لعند الأشخاص يلي ما عالجوا هي المشكلة عندهم، ممكن أنه تتطور لحالة مرضية خطيرة، مثلا يصير عندهم بعض الأمراض، يصير عندهم نزف لثوي، ممكن يصير عندهم هيك مشكلة تتطور الحالة للخطورة ولا خلص؟ لا، الأشخاص اللي عندهم ابتسامة لثوية غالبا هنا بيكونوا مزعوجين من شكلها أو مظهرها، يعني حتى ممكن تسبب لهم نوع من الخجل أو الإحراج، لكن هي ما أنا عامل مرضي. فالنزف أو الالتهاب بيصير مع أي لثة إن كانت بتبرز بشكل ظاهر أو بشكل طبيعي،
أول علامة اللي كتير مهمة عند الأشخاص هي النزف. غالباً الأشخاص لما يعملوا يفرشوا أسنانهم ويبلش تبلش اللسة تنزف إنه بيوقفوا، بيفكروا إنه لأنه عم يفرشوا أسنانهم عم يصير في عنا نزف. بس النزف هو عامل أولي لأي مشكلة أو لأي التهاب بيصيب اللثة، وبيمتد بعدين للنسوج الحول السنية اللي هي أعقد، وبيصير التراجع عنا مو ممكن. يعني مشاكل اللثة لا نحن فينا نعكسها، هي تعتبر عكوسة، لكن أمراض النسوج حول السنية رح تستمر وتوصل للعظم ويصير عنا خراجات والتهابات بالعظم، هي غير عكوسة نحتاج لعمليات ترميم لإلها. طيب عملية جراحة اللثة قد بتاخد وقت اليوم؟ ممكن قدي ممكن ناخد نتيجة بعد ايمات؟ وخبرينا اكثر، هي صعبة مؤلمة؟ لليوم بتلاقي كثير من الاشخاص انهم بيخافوا بشكل عام من الاسنان وجراحتها، فما بالك عن المشكلة؟ تمام. هلا الجراحة اللي بهدف تطويل تيجان الاسنان مثل ما ذكرنا في عندنا مرحلتين، ممكن اشخاص يحتاجوا فقط قطع جزء بسيط من اللثة، في اشخاص ممكن يحتاجوا قطع من اللثة مع العظم. اللي بتحتاج قطع مع العظم تحتاج وقت اكثر طبعا لعدد الاسنان اللي ظاهره عليها الابتسامه اللثويه، لكن هي يعني ما بتتجاوز ساعه او ماكسيموم ساعتين ضمن العياده. طبعا تخدير موضعي، المريض ما بيحس باي الم، وكثير مهم يلتزم بالاجراءات بعد العمل الجراحي لحتى يتجنب اي التهاب او اي الم تالي، وممكن مسكنات بسيطه تكون كافيه. طبعا بالختام بدنا نتشكر وجودك معنا دكتوره جوليانا حبيب، ماجستير بامراض اللثه وجراحتها. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير. انا شكرا لك دكتوره ولوجودك الحلو معنا لليوم، وكل التوفيق والنجاح لك. اهلا وسهلا فيك. شكرا. أما هلا هذه صار وقت لحتى نتعرف نحن والمشاهدين على أهم الأحداث السياسية على الصعيد العربي والعالمي والمحلي مع زميلتي ميس أورفلي. صباح الخير ميس. يسعد صباحك عفاف، ويسعد صباحك هايدي. مشاهدي الأخبارية السورية، موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس إسماعيل هنية إثر استهداف مقر إقامته في طهران. وفي السياق قالت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية اليوم، تعرض مقر إقامة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لقصف في طهران، واستشهد جراء هذا الحادث هنية وأحد مرافقيه الشخصيين، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في أسباب وأبعاد هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا. بدورها نعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي غادر استهدف مقر إقامته في طهران. في هذا السياق أكد مصدر إيراني أن استشهاد هنية تم عبر صاروخ من الخارج، وهو ما يعني عدوانا على إيران يستدعي ردا حتميا، مضيفا أن الاغتيال نفذ عند الساعة الثانية من بعد منتصف الليلة الماضية بدوره المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، وصف اغتيال هنية بالعمل الجبان الذي سيتلقى فاعلوه الرد من دون شك، مضيفا أن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا بشأن الاغتيال. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي مساء أمس على الضاحية الجنوبية لبيروت ارتفع إلى 4 شهداء ونحو 80 مصابا. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدوان استهدف منطقة سكنية بالقرب من مستشفى في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، أدى إلى انهيار مبنى بجانب المستشفى وارتقاء شهيدة وعدد من الجرحى، حالة بعضهم حرجة. وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى منطقة حارة حريك لنقل المصابين، وكذلك سيارات الإطفاء، مشيرة إلى أن العدوان نفذ بطائرة إسرائيلية من دون طيار، أطلقت عدة صواريخ باتجاه المنطقة السكنية. أقامت محافظة القنيطرة مجلس عزاء لشهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، وأكد المشاركون تضامن الشعب السوري مع الأهل في الجولان وذوي الضحايا في مصابهم الجلل جراء الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال،
مشددين على أن دماء الأطفال السوريين ليست للاستثمار السياسي والعسكري الصهيوني الهادف إلى شن المزيد من الحروب في المنطقة لتحقيق أطماعه التوسعية. وأشار المشاركون الذين قدموا من دمشق وريفها والسويداء إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن المجزرة النكراء بحق الأطفال الشهداء، مطالبين بمحاسبة القتلى من قادة كيان الصهيوني. قالت سرايا القدس إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تحشدات العدو الصهيوني محيط مسجد البراء في حي تل الهوى بمدينة غزة. واستهدفت سرايا القدس بوابل من قذائف الهاون مقر قيادة عمليات جيش الاحتلال في منطقة الزنا شرقي خان يونس جنوبي القطاع، وتجمعا لآليات الاحتلال وجنوده شمالي شرقي خان يونس وحشوده في محور القتال في حي تل الهوى جنوبي غربي مدينة غزة شمالي القطاع. كما تمكن مجاهدو السرايا من قص جندي إسرائيلي في محور القتال في حي تل الهوى جنوبي غربية مدينة غزة. عودة لعفاف وهايدي بصباحنا غير، يسعد صباحكم صبايا مجددا. يسعد صباحك مرة ثانية ميسة وشكرا لك. أما هلأ مشاهدينا رح نروح لموضوع جدا مهم وكثير من الأشخاص ممكن يفكروا فيه ويفكروا هايدي إنه الحياة بلا هدف ممكن تكون أسهل وأسلس وبدون صراعات. صحيح. وبدون تعب حتى، ولكن هذا الشيء جدا خاطئ لصياغة حياة فطرية بالحياة العشوائية بالطريقة العشوائية يلي بيعيشوا فيها، ممكن تكون فوضوية لدرجة انهم بيمشوا كتير ذهابا وإيابا عند الأحداث يلي عم تمرق بحياتهم، ولكن هنن ما بيجنوا أي نتائج تكون مرضية لإلهم وبيروح تعبهم سودا. لهيك اليوم أهمية وجود هدف بحياتنا نصحى كرماله كل يوم الصبح أو يعطينا الأمل والحافز لحتى نحققه شيء كتير مهم بحياتنا وبيعطينا كتير قصص حلوة، ومتعة الإنجاز والتحقيق الأهداف هي متعة جدا مهمة وحلوة بحياتنا. هذه صحيح يا عفاف، لهيك خلينا نقول إنه اليوم الحياة بالهدف هي ما بتعني أي شيء. صحيح. واليوم بالنهاية كل شخص بالحياة عنده هدف معين، هدف بالعمل، هدف بالنجاح، هدف بالزواج، بتختلف يمكن هي الأهداف، ولكن اليوم ممكن في أشخاص بتتأخر بحياتها وبوقتها لحتى تنجز هي الأهداف، بينما في أشخاص ممكن رب العالمين ييسرها معها فورا وتحقق هي الأهداف. ولكن مهما كان الأمر خلونا دائما مآمنين بحالنا وبذاتنا، ودائما يكون في عنا أمل وتفاؤل ببكرة، بأنه الشيء اللي ما قدرنا نحققه اليوم عادي بكرة بنقدر نحققه، المهم يكون في عنا دائما طاقة عالية. مشاهدينا أهم شيء ما نستسلم أبدا للتحديات والعقبات اللي بتواجهنا. كيف اليوم ممكن نحقق أهدافنا؟ كيف اليوم ممكن نحط خطط صحيحة؟ تفاصيل كثيرة رح يخبرنا عنها ضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو الدكتور أحمد الزين، خبير بالتنمية البشرية وباحث اجتماعي. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا دكتور. صباح الخير لكم لجميع مشاهدينا القناة الإخبارية السورية. صباح الخير دكتور. صباح وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم تحقيق الأهداف هو يعتبر شيء كثير مهم من ناحية. صحيح. التنمية الشخصية. نعم. لهيك خلينا نحكي عن أهمية هذا الموضوع. صراحة موضوع تحديد الأهداف في علم التنمية البشرية هو موضوع يشغل الكثيرين من الناس. اليوم نحن عم نشوف تعقد الحياة الاجتماعية والاقتصادية عم يفرض علينا أولويات في تحديد الأهداف اللي عم نعيشها بحياتنا. فيمكن أن نعرف تحديد الأهداف المفهوم العام بأنه هو التركيز بشكل مباشر على المقصود من وراء الأشياء التي نرغب القيام بها. أي التكلم عن النتيجة التي نسعى إليها. فاليوم أنا وقت بدي حدد هدف في حياتي لازم أعمل استراتيجية لهذا الهدف. اليوم شو ما كان الهدف اللي بدي حدده سواء كان مشروع اجتماعي ولا مشروع اقتصادي، لازم أول شغلة أعرف أنه أنا في هدف بدي أصل له. فهذا هو بالنسبة لمفهوم تحديد الأهداف من منظور التنمية البشرية. تمام. طيب دكتور، إحنا عم نحكي عن موضوع كتير مهم. نعم. أكيد بهم نسبة كبيرة من الناس. صحيح. نحكي عن الخطوات. أنا اليوم شو فيني حط خطة معينة لحتى فعلا أنجز الشيء اللي بتمناه. نعم. أنجز الشيء اللي بحبه، وهل هي الخطة بتناسب اليوم كل الناس أم لا هي بتفرق من شخص للتاني؟ نعم. صراحة عالم النفس الأمريكي لوك بمنتصف الستينات من القرن الماضي وضع آلية لتحديد الأهداف ونشرها بكتاب مشهور له
ليتمكن الفرد أو حافز للفرد لتحديد أهدافه وزيادة ثقته بنفسه. فحضرتك قلتي الخطوات، فأول خطوة يجب أن يكون الهدف ذكيا. كيف يكون الهدف ذكي؟ الكلمة سمارت باللغة الإنجليزية تعبر عن الذكاء. فيقول أنا بدي حدد الهدف أساسي أو هدف ذكي. اليوم الكثير من الناس، خلينا نقول ببداية العام أو بأعياد ميلادهم، يحددون قائمة، تتمنى ملايين من الناس يحددون قائمة من كثير من الأهداف التي يسعون عليها، ولكن خلينا نقول ربع الأهداف لا يستطيعون تحقيقها. السبب في ذلك عدم وضع خطة لهذه الأهداف. فيجب وضع خطة بحيث أنا أدمج الواقع مع اللي حاطه أنا. إذن الخطوة الأولى أن يكون الهدف ذكيا. طبعا في استراتيجيات للهدف ليكون ذكي. الاستراتيجية الأولى أن أحدد هدفي بشكل محدد. يعني عندنا كتير أشخاص مثلا أنه بيحددوا الهدف أو بيتكلموا عن الهدف بحيث ما بيفكوا كل هدف. أنا مثلا اليوم بدي حسن لغتي، حطيت هدف أنا بدي حسن لغتي، أو أريد الحصول على منحة ما لا على التعيين. فأنا عندما أحدد هذا الهدف يجب أن أدرس هل أستطيع أنا الوصول لهذا الهدف. وكثير من الأشياء اليوم بحياتنا الواقعية عم نشوفها أنه أنا عم حدد وإلغي، حدد وإلغي، عم حط قائمة وإلغي منها. هذا غير مدروس. إذن أن يكون الهدف محدد. اثنين، أن يكون الهدف قابل للقياس. كيف؟ يعني أنا إذا بدي حدد هدف اليوم بحياتي الاقتصادية، ابني مقبل على التسجيل بفرع جامعي، أو أنا بدي حدد ميزانية للأسرة، خلينا نحكي عن الموضوع المالي، بدي حدد أرقام محددة تتناسب مع الدخل اللي بقوم فيه أنا. فهذا الدخل لازم يكون قابل للقياس بأرقام مناسبة لأقدر حدد هذا الهدف، وإلا حيكون هدفي عشوائي. ثلاثة، أنه يكون في له توقيت مناسب. يعني اليوم أنا حدد هدف أكاديمي، أنا تخرجت من الجامعة وأريد الآن أن أدرس فرع أكاديمي بالماجستير أو بالدكتوراه، فأنا بدي حدد مدة الدراسة بدي أدرس، هل تتناسب هذه الدراسة مع الظروف المعيشية حتى ما أقع بموضوع الفشل. اثنين، الاستراتيجية اللي بدنا نحكي عنها هامة أيضا بالنسبة لتحديد الأهداف، أنه يكون نحن بنسميه تصميم الهدف ووضع تفاصيله. يعني اليوم أنا شو ما كان الهدف اللي بدي حدده، وأنا قلت لك اليوم هذا الموضوع أنا برأيي يعني جميع المشاهدين اللي عم يشاهدونا الآن بيقدروا أهمية الشيء اللي عم نعق فيه دائما. يعني اليوم عم يقولوا لك أنه ما عم يزبط شيء من اللي عم نحطه، عم نحكي نحن شيء عم يطلع بالواقع شيء تاني. هذا عدم دراية بمعرفة الهدف وتحديد تفاصيله. فتحديد تفاصيل الهدف هو من المواضيع الأساسية. ثلاثة، مواجهة العراقيل. أنا اليوم لو بدي حط هدف سواء كان اقتصادي أو كان اجتماعي أو كان حياتي، بدي عد لكل العراقيل. اليوم ما حدا بيضمن بكرة، اليوم ما حدا بيضمن بكرة. نحن هي المقولة دائما بنقولها بشكل يومي، فعنده دائما الإنسان أو الفرد خوف من المستقبل. فهذا وضع العراقيل أو الاستعداد للعراقيل بالمستقبل. رابعا، تقسيم الأهداف حسب نمط حياة كل إنسان. لا يستطيع دائما المواطن ذو المستوى الدخل الأدنى أنه يحدد حياته، أو ينطلق من المواطن ذو المستوى الدخل الأعلى أو يربط حياته فيه. لازم يأخذ من الواقع الحالي أو الواقع المرهون. وآخر أولوية من أولويات تحديد الأهداف طبعا أنه يكون الهدف من الواقع الحياتي. يعني أنا مشان ما أتعرض للخيبات تماما، بما نحن بنقول أنه يلائم الفرق، مو يحب ويكره، لا، يلائم متطلبات الحياة اللي بيعيشها. هدول الأولويات الخمسة من الأولويات تحديد الأهداف اللي ينبغي على كل شخص يحددها ضمن أولويات حياته. طيب دكتور، خلينا نعترف اليوم أنه في فشل بالحياة. صحيح. مو من أول مرة ممكن نحن نصوب الهدف ونحقق. صحيح. رغباتنا يلي نحن بدنا إياها، ممكن مرة بعد مرة بعد. نعم. مرة ممكن. صحيح. العشرة ممكن من أول مرة. صحيح. تزبط. طيب. نعم. في حال هون الشخص يلي بذل كل هالجهد وبالنهاية فشل بتحقيق. نعم. هدفه، مشان ما يوقع بخيبات الأمال وبالاكتئاب وبالحالات. صحيح. النفسية أنه أنا ما بقى بدي حط أهداف وخلص، يعني استسلم من أول مدى. نعم. شو هي الخطة البديلة لحتى أحقق فيها أهدافي أنا؟ تماماً. هلأ أنا قلت لك من أحد الأشياء التخطيط للهدف. أنا تمام. يوم بعق بمشكلة بكون أنا ما خططت منيح للهدف. منشان ما يعق الشخص، أو نحن كتير من الأشخاص أحياناً بينصدموا بصدمة نفسية. التخطيط شو بيتضمن؟ طيب أني حط أنا جميع الظروف المعنى مناسبة. أنا أتكلم عن موضوع أنه إنسان فات بمشروع وفشل فيه، أو أقدم على خطوة بحياته وفشل فيه. أنا كيف فيني كمقرب أو كإنسان بهمني هذا الشخص أقدم له؟ أول شيء آلية التخطيط، أنه يكون مكتوب التخطيط. يعني أنا اليوم بدي أقوم بمشروع، يجب أن أقوم بدراسة جدوى. نحن عنا اليوم اقتصاديين مسؤولين عن دراسة جدوى اقتصادية لمشروع. أنا اليوم مقبل على مشروع خطبة أو مشروع زواج،
لازم يكون اليوم تفاوت، موضوع التفاوت الطبقي ناخذه بعين الاعتبار، يعني انه يكون الاشخاص اللي بدهم ينصحوا انه يكون متقاربه اجتماعيا، الزوجه متقاربه فكريا، متقاربه، اكيد هي الاشياء اللي لازم نحن ننصح. هذا هو اللي بيندرج تحت نوع من التخطيط. في عندنا التخطيط الاقتصادي، في عندنا التخطيط الاجتماعي، في عندنا التخطيط النفسي. يعني عندنا اشخاص احيانا بيتعرض لصدمه نفسيه، ما عاد يتقبل ولا مشروع بحياته، هو فشل بالمشروع الاول سواء كان شخصي او سواء كان مادي. طيب دكتور، ضمن والمخططات لازم يتوقع الشيء اللي ما نو منيح. أنا قلت لك من ضمن الأولويات اللي سألتوا عليها قبل شوي هي الاستعداد للعراقيل. بس في أشخاص تماماً، بس أنا يوم بحط شخصي خطة مدروسة وبستشير الآخرين لح تكون نسبة الخطأ قليلة، غير ما أقدم على خطة أنا غير مدروسة وغوغائية وعشوائية. يعني أنا اليوم إذا بدي فوت بمشروع اقتصادي يكلف رأس مال ضخم وأنا غير قادر على جمع هذا الرأس مال، فلا أفكر بالمشروع أساساً حتى ما أصل لصدمة أني أنا ما حققت مشروع عمري. فمنرجع للتخطيط. التخطيط مثل ما قلت لك هو تقديم البدائل المناسبة ووضع الشخص اللي فشل من أول مرة بوضع نفسي ليقدر يتابع بالخطوة اللي بعد منها أو المشروع اللي بعده. تمام دكتوري أحمد، خلينا نكون واقعيين ونعطي أمثلة اليوم بالحياة العملية لحتى نستفيد منها أكثر ونعرف كيف نحن قادرين نحقق أهدافنا، ممكن عن أشخاص فشلوا بعدين نجحوا أو أشخاص عم يتعبوا على حالهم، خصوصا أنه حضرتك خبير بالتنمية البشرية، يمكن تعامل مع عديد من الشباب والصبايا والحالات. صحيح. خبرنا أكثر. نعم، هون حأحكي عن كيف يتم تحديد الأهداف. تمام. لكل الناس بيهمون هذا الشيء. يعني نحن عرفنا تحديد الأهداف في المحور الأول ورجعنا حكينا إنه كيف يتم تحديد الأهداف. هلأ ما أهمية تحديد الأهداف؟ يعني أنا حددت أهدافي اليوم، شو النصائح اللي ممكن وجهها؟ مثل ما تفضلتي حضرتك إنه تحديد الأهداف أول شغلة وهي موضوع هام جدا، اللي هو موضوع تحديد الأهم. أنا اليوم بقائمة أولوياتي، كل شخص عنده قائمة بأولوياته اليوم. أول عثرتين بيواجهوا أي شخص أو أي شاب منطلق بحياته هن موضوع العمل وموضوع السكن. بس يتأمن موضوع العمل ويتأمن موضوع السكن فبإمكانه الشاب يفكر بالأمور الثانية. تحديد الأهم، الأولويات الأهم، هذا أول موضوع. اثنين، من الموضوع الثاني من أهميات تحديد، تنظيم الوقت. عندنا أشخاص اليوم بيشتغل كذا شغلة بس ما له محدد، ما له مختص، ما له متخصص بمجال معين. نحن بنقول اليوم عصرنا عصر التخصص. صحيح. بيتخصص بمجال بيأبدع فيه. أما اللي مضوع حاله بعدة مجالات لأكيد لح تكون حياته مشردة وما حيأبدع بمجال من المجالات. هو تنظيم الوقت هو الموضوع الثاني من موضوع أهمية تحديد الأهداف. ثلاثة، موضوع بناء الشخصية والثقة بالنفس. الأشخاص المترددين اليوم اللي بنلاقيه أنه متردد على مشروع وكل الناس عم ينصحوه بالمشروع، أنت تملك الرأس مال، أنت تملك المقومات، أنت تملك الشخصية، فليش أنت متردد؟ لأنه ما عنده بناء شخصية، ما عنده ثقة بالنفس. من ضمن أهمية تحديد الأهداف ثالثا، يعني فينا نصنفه هو زيادة الثقة بالنفس أو بناء الشخصية. تحفيز النفس هو الموضوع الرابع من مواضيع أهمية الأهداف. اليوم عندنا ملاي أشخاص ناجحين كتير بحياتهم، فمنسألهم أنه أنتم ما شاء الله أي مشروع بتقدموا عليه شو ما كان ناجح، فمنسألهم فبيجاوبونا أنه نحن استشرنا، نحن أخذنا بالأسباب، نحن عملنا ميزانية، استعدينا لهذا الشيء. فموضوع أهمية تحديد الأهداف اليوم هو صار من المواضيع الأساسية. حنحكي على الحياة المعيشية اليوم، الأسر يعني أغلب الأسر بيقول لك اليوم أنا بدي أعمل ميزانية لكل يوم بيومه، هذا من ضمن تحديد الأهداف. هي الخطة اليومية اللي عم نعيشها نحن أو الخطة المعاشية لليوم، هذا أيضا من ضمن اليوم اللي عم يطلع على السوق ويشتري غراض. خلينا نحكي بأمثلة عامية من حياتنا، ما نخلي اليوم لقائنا بس نظري فقط وتنظيري، خلينا نحكي من الأمثلة من الحياة الاجتماعية. اليوم اللي عم يطلع على السوق أو يشتري أغراض عم يحط قائمة، لأنه هاي القائمة هو ما بيقدر يتجاوز هالقائمة، والقناعة كنز لا يفنى. يعني اليوم اللي مقتنع بحياته ومقتنع بأهدافه طبعا رح يعيش حياته، خلص بيعرف هو انه هي قدراته وهي امكانياته. طيب ذكرت شيء كثير مهم دكتور، يلي هو موضوع الوقت واستغلال الوقت وتنظيم الوقت بالطريقه الصحيحه. اليوم انا لما بدي احط هدف لازم اقول مثلا من هون لشهر انا لازم اكون انجزته او من هون لسنه. صح هذا الشيء غير انه الساعات باليوم؟ طبعا موضوع الوقت موضوع هام وانا حكيته قبل شوي من ضمن كيف يتم تحديد الاهداف. تمام. قلت ان تحدد وقت لهدفك، وقت مناسب. طيب ما يعني نحقق بالمده اللي انا مخطط لها؟ انا محدد مثلا عندي مشروع بدي نفذه
أو دراسة أكاديمية وما نجمع معي المبلغ أو شاءت الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأسرية وما تحقق أنا هذا الهدف ضمن الوقت اللي مخطط له. هون بنسمينا احنا بالتنمية البشرية إعادة النظر بالهدف. كيف بيتم إعادة النظر بالهدف؟ عن طريق استشارة اختصاصيين، ناس عندهم علم بهذا المجال، أو عن طريق معرفة الثغرات. ليش أنا ما حققت الهدف بالفترة اللي حطيتها؟ أنا اليوم بدي أدرس دراسة أكاديمية، ليش أنا خلال السنة ممكن مثلا في عنا نحن فحص القبول، هذا شيء أساسي، ممكن أحيانا تتواجد المادة ولكن لا يقبل الشخص بفحص القبول، هون بده يضطر يستنى سنة كاملة. في عنا قيود محددة يجب دراسة هذا القيود، إلا القيود الخارجة عن الإرادة. يعني مثلا فحص القبول ممكن أنا أحضر لفحص القبول، أما ما معقولة أنا مالي قادر فوت على فحص قبول وأنا فوت على فحص قبول وأنا فشلت بهدفي لأني أنا ما أخذت بالأسباب. بينما الأخذ بالأسباب لهذا الموضوع، لو أنه حطيت له أنا هذا وقت محدد وما قدرت حدده ضمن هذا الوقت، فهذا الشيء لا يعني الإنسان بيسقط مرة ومرتين وثلاثة، والإنسان بيتربى من أخطائه أو بيتعلم من أخطائه بشكل دائم. نحن هيك بنقول دائما. أكيد، يعني موضوع كتير مهم مع حضرتك دكتور أحمد زين، كنت معنا خبير بالتنمية البشرية وباحث اجتماعي. شكرا لك ولوجودك الحلو معنا لليوم وكل التوفيق والنجاح. أهلا وسهلا. بتشكركم وبتشكر جميع مشاهدينا لهذه الفقرة. شكرا لك دكتور وأهلا وسهلا فيك. أما هلأ هايدي رح ننتقل لأولى تقاريرنا لليوم مع المشاهدين. وبحضور رسمي وشعبي افتتحت فعاليات الليالي السينمائية بسوريا وبمقر الجمعية العمانية للسينما وبالعاصمة مسقط، بحيث عرضت أفلام سورية وأكيد رح نتابع ضمنها التفاصيل شو عرضوا من الأفلام. بحضور رسمي وشعبي افتتحت فعاليات الليالي السينمائية السورية بمقر الجمعية العمانية للسينما في العاصمة مسقط، حيث عرضت أفلام سورية للمخرج السوري المهند كلثوم. وتعكس هذه الفعالية التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين وتعزيز الحركة الثقافية. شاهدنا اليوم ثلاثة أفلام، هذه الأفلام تعكس واقع الحياة في سوريا في مرحلة معينة مرت فيها سوريا، مرحلة من الإرهاب الأعمى الذي ضرب سوريا خلال العقد الأخير، ورأينا كيف أن هذه الأفلام انتهت دائما بوجود أو بإعطاء فسحة من الأمل. أكدت هذه الأفلام على أن الحياة مستمرة في سوريا والأمل دائما موجود، وأن سوريا تجاوزت المرحلة الصعبة التي مرت بها. طبعا والفضل في ذلك يعود إلى تضحيات جيشنا الباسل وصمود قيادتنا وعلى رأسها السيد الرئيس بشار أسد والتفاف شعبنا حول قيادته وجيشه. اليوم فعالية جميلة جدا أن أكون متواجد بسلطنة عمان بمسقط مع أبناء الجالية السورية وبنفس الوقت الجمهور العماني لنناقش ونتابع أفلام يعني اشتغلنا عليها خليني أقول من عدة سنوات. اليوم حسيت حالي مشاهد مثل الجمهور، لأنه هي دائما السينما ذاكرة، فاليوم تذكرت أنا دائما بقول هي وثيقة للزمن، اليوم تذكرت معظم مراحل صناعة كل فيلم. حالي جميلة وشعور جميل ببلد كمان جميل وأهله مضياف. هذا دائما بقول السينما هي وسيلة لنقل الثقافات وتبادل الثقافات. الجمعية العمانية للسينما تهدف لتعريف الجمهور العماني بالسينما السورية وما تحمله من قيم فنية عالية وتجربة المخرج السوري الشاب في هذا المجال والإبداع في ظل الظروف الصعبة، وكذلك عرض التجربة العمانية لاحقا على الجمهور السوري. هو طبعا الهدف من فعالية سينمائية هو لنشر الثقافة السينمائية للجمهور الموجود في سلطنة عمان، وهذا مهم جدا. في كل فترة نحن نتعرف على آخر الانتاجات السينمائية وآخر ما تقدم السينما في الدول العربية. جيت فعالية أو ليلة السينما السورية هي بداية النشاط السينمائي اللي بتقوم به الجمعية العمانية للسينما بشكل شهري. نستضيف كل سنة كل شهر سينما لأحد الدول
العربية أو غير العربية السريقة نستضيفها. فالسينما السورية هي أول دول اللي تم استضافتها، استضافت تجربة المهند كلثوم من خلال عدد من الأفلام القصيرة على مدة يومين، كذلك بجلسة حوارية للتعرف على تجربته وعلى السينما السورية ووضعها الآن. أكيد احنا في الجمعية عندنا خطة ان احنا نتعاون مع السفارات الدول الشقيقة أيضا، وكان أولى فعالياتنا بالتعاون لهذا العام مع الجمهورية السورية، وايضا من المحاسن الصدفه ايضا والتعاون اللي اثمر من خلال لقاءات وتواصل مع المخرج المقتدر المجيد مهند الكلثوم، حقيقه مخرج يمثل الجمهوريه السوريه ويمثل الشباب صناع الافلام خير تمثيل، واليوم طرحوا ثلاث افلام سعيدين بهذه الافلام، كانت تنوعت ما بين الروائيه والوثائقيه وعرفتنا على تفاصيل من الحياه السوريه والشعب السوري ومكونات ثقافيه، وهذا شيء مهم اليوم لما نشوف صناع افلام عمانيين ايضا ومهتمين بالشان الثقافي يتلاقوا في هذه الملتقيات وايضا ويروا تجربه من خلال حضور افلام سينمائيه عرضت في ليالي سينمائيه عمانيه. شهد الافتتاح حضور عدد كبير من ابناء الجاليه السوريه في السلطنه والجاليات العربيه الاخرى، وكذلك حلقه نقاشيه بين الجمهور والمخرج للنقاش حول تفاصيل الافلام الثلاثه التي عرضت في اليوم الأول. تأتي فعالية ليالي السينما السورية هنا في العاصمة العمانية مسقط تأكيدا على أهمية تعزيز التعاون في المجال الثقافي والفني بين سوريا وعمان. سومر العلي، الأخبارية السورية، مسقط. وإلى تانية تقاريرنا لليوم، وضمن برنامج الكشف المبكر عن نقص السمع لدى حديثي الولادة، تعمل عيادة المسح السمعي والبث الصوتي بدير الزور على تقديم خدماتها للأطفال في المحافظة. تفاصيل أكثر بالمادة التالية. ضمن برنامج الكشف المبكر عن نقص السمع لدى حديثي الولادة، تعمل عيادة المسح السمعي والبث الصوتي بدير الزور على تقديم خدماتها للأطفال في المحافظة. برنامج البث الصوتي انشا عام 2019 بدير الزور أول مرة، حاليا شغالين على البرنامج. استهدفنا فئة عمرية من 6 سنوات ل 28 يوم. عندنا جهاز بث صوتي واحد حاليا بمركز حي الضاحية. في عندنا المراجعين يتابعونهم عناصر المركز. العيادة تقدم خدماتها المجانية للأطفال طوال أيام الأسبوع. عملنا حملات توعية، الهدف منها مسح شامل لأطفال الولدان والحد من الإعاقة السمعية والكشف المبكر عن الإعاقة السمعية. يوجد مراكز استقصاء بمحافظة دمشق وحلب ولافقية. إذا طفل كان لم يجتز الفحص وكان عنده أحد عوامل الخطورة، نتواصل مع مركز الاستقصاء وناخذ منهم موعد معين، نبعث الطفل على مركز الاستقصاء ويعملوا له تخطيط جذع دماغي. إذا احتاج لمنظمة آمال، منظمة آمال راعية البرنامج برعاية السيدة الأولى مشكورة. زرع الحلزون مكلف جدا، فهاي وفروا على الأهالي هذا الموضوع، ووضع سماعات للطفل إذا احتاج طبعا لمراحل متعددة لحد ما يوصل الطفل لمرحلة النطق. هنا احنا اجتازينا المرحلة وقضينا على الإعاقة السمعية. دعوا جميع الأمهات يكونون حريصين على أولادهم من البداية، والفحص البث الصوتي لا يقل عن الفحص العام للطفل. يعني احنا وقت يعني نفحص الطفل من كافة الأمور الصحية، البث السمعي والصوتي إذا ما داركنا الوضع ممكن يوصل الطفل لإعاقة دائمة. سمعت أنه بحملة لقاح وفحص مشان الأذان، وجدت على المستوصف الضاحية أفحص ابني. البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة يهدف لكشف المشكلة المرضية والتدخل للوصول إلى العلاج التام. براهيم الظلي، الإخبارية السورية، دير الزور. ومن دير الزور إلى مدينة اللاذقية، ومهرجان صدى المحبة اللي بدوره الثاني بينطلق بفعالياته الثقافية المتنوعة المسرحية والغنائية والشعرية، أيضا على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة والفنون بمدينة اللاذقية. أكيد رح نتابع تفاصيل أوفى ضمن هالتقرير التالي.
مهرجان صدى المحبة بدورته الثانية ينطلق بفعاليته الثقافية المتنوعة المسرحية والغنائية والشعرية على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية. يوجد بالبداية معارض فنية تشكيلة فن تشكيلة أعمال يدوية أعمال نحتية بالإضافة إلى لوحات راقصة فنية مع الغناء الوطني والوجداني والاجتماعي يقدمه بعض الأطفال والموهوبون، وأيضا هناك مطربين يؤدون بعض الأغاني الوطنية. مجموعة فعاليات غنية، وهذه الفعاليات لا تكتمل إلا بحضور الجمهور. طبعا أنا بتشكر إدارة المهرجان على الفرصة وعلى هالتعب اللي صاروا على مدى يمكن أكثر من شهرين، وهناك كثير من الشعراء والشاعرات سيشاركون. لاحظنا أن هناك مواهب شابة ومواهب أطفال لامعة من خلال هذه الرسومات الجميلة، من خلال هذه الرسائل التي تدعو إلى المحبة وإلى السلام. المهرجان أيضا يركز ويسلط الضوء على جانب هام جدا، ألا وهو تراثنا، تراث الأجداد، من خلال المحاضرات التي والندوات التي ستقام بإشراف وأساتذة مختصون وكبار قامات ثقافية. مشاركون من مختلف المحافظات السورية والعراق الشقيق يقدمون عروضا متنوعة. المهرجان قلت لك هو مهرجان توعوي، أكيد هو مجتمعي، أكيد بفن بتاريخ بثقافة عامة في فن بفنون تشكيلية. خلنا أحب أقول لكم إحنا عملنا أول إنتاج في المسرح هذا هي يا بلد الياسمين من إنتاج عراقي، وأيضا كلمات مصري وغناء وفلكلور سوري. مشاركين بمعرض فني تشكيلي بالإضافة للأدوات الأشغال اليدوية بالمهرجان. مشارك بأغنية بلد الياسمين كلمات الشاعر المصري رمضان الخربطلي وألحانه. طبعا تكريم يعني شيء كبير، إنه الإنسان يكرم ببلده، يكرم هو قيد على قيد الحياة، وضروري هالمهرجانات تكون أكثر من هيك، نقدر نلتقي، نقدر نقدم، نتبادل الثقافة، نتبادل الفن، اللوحات الراقصة، كل هالأمور هاي. أنا أشجع أن يقام باللاذقية كل شهرين مهرجان على تنوعها بطبيعة الحال وبكل مدننا السورية، هيك منلتقي مع بعضنا، نطمن على بعضنا. لما أتكرم ببلدي بشعر أن أنا فنان قدمت شيء لبلدي. خارج هذا الإطار هذا يعني بتشكرهم جدا. طبعا على مدى 3 أيام متتالية يستمر مهرجان صدى المحبة، التنافس الشعري بين الشباب يحضر وبقوة، إضافة إلى محاضرات للتعريف بالتراث وللفن بأشكاله المختلفة وقع آخر. وختام مشوارنا مشاهدينا مع فقرة محببة لكل السيدات والصبايا يلي عم يتابعونا، رح نحكي عن الإكسسوارات الدهية اليوم تعطي جمال إطلالاتنا بألوان مختلفة وقطع مميزة. واليوم نسمع كتير على السوشيال ميديا أو على أرض الواقع عن كتير من المشاريع الهاند ميد، وتحديدا بمجال الإكسسوارات قدي في صبايا وسيدات عم يبدعوا بشغلهم، قدي يعني قدي حلو هيدا المشروع يا فافو، قدي هو اليوم يمكن بحاجة لدعم كتير كبير كل ما الناس تعرف عن المشروع أكثر. صح هيدي اليوم كمان خصوصا كل السيدات والصبايا بيحتاروا بيلاقوا صعوبات، شو بدهم يلبسوا إكسسوارات ويلبقوا على ملابسهم إن كانت صيفية ولا شتوية، ولكن اليوم لكل صبية عم تشتغل بهذا المشروع ممكن تساعد السيدات والصبايا باختيار الإكسسوار المناسب لملابسهم ولجميع المناسبات يلي هنون بدون يحضروها. لهيك اليوم معنا مصممة إكسسوار متميزة ببصمتة وبشغلة يلي صار موجود معنا بالستوديو هي وياهن. معنا المصممة مايا علم، بدنا نقول لك صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. بعد صباحك مايا، أهلا وسهلا فيكي. خبرينا هيك بداية، حابين نعرف نحن والمشاهدين شو الجديد بعالم الإكسسوار كألوان كتصاميم اليوم خلال فصل الصيف.
اهلا، نحن اليوم بصيف 2024 عم تكون الالوان، يعني مو ضروري نحن يكون عم نلبق الاكسسوارز على اللبس تبعنا. اليوم الاكسسوارات عم تكون هي يعني الوان الوان الوان، ما ضروري انه تكون نفس لون ثيابنا. يعني فينا مثلا نحن اليوم نلبس ثياب صيفيه الوان حلوه، الوان مع اكسسوارز تكون غير لون تماما. يعني ما اليوم ما نحن عم نتقيد بالالوان مثل ما كنا نتقيد قبل مثلا ب 23 و 22. فاليوم ب 24 كله عم يحب الالوان، شيء مختلف تماما، شيء مختلف تماما عن قبل. صح تمام. طيب اليوم عم نشوف من خلال شغلك هذا الوان صيفيه وخلينا نقول موضه جديده، وكل الصبايا يمكن هلا عم نشوف اكثر شيء عم يلبسوا هي القصاص الخرز واللولو، عم يجمعوا على السبور على الشيك حتى او حتى على الرسمي ممكن كمان. عم نشوف عم يلبسوا خرز وعم يدخلوا هيك الامور ببعضها، خبرينا اكثر عن هي التفاصيل. صح، نحن هلا صايرين حتى على اللبس الرسمي عم نختار اكسسوارز عم تكون هي خرز، وعم ندخلها كمان شيء مثل الالمنيوم، فعم يعطوا الاثنين سوا كثير عم يعطوا هيك جمال للرقبه او للاذان او لاي شيء. طيب قبل ما نستعرض من شغلك اليوم، نحن بنعرف يمكن الاكسسوارات بتناسب فصول معينه، بتناسب مواقف معينه، خبرينا اكثر هل في موضه اليوم دارجه للفصول؟ يعني ممكن نلاحظ فعلا انه لكل فصل في موضه معينه نحن لازم نتقيد فيها؟ هلا اكيد كل فصل في عندنا موضه معينه، مثلا بالشتاء بتكون اغلب اللبس هو قبات عاليه، فبنستخدم الاكسسوار اللي هو بيكون شوي مبين على الكنزه من فوق او طويل شوي مشان يبين. اما بالصيف مثلا بنلبس الاطواقيه اللي هي بتكون على قد الرقبه، ممكن نحط ثلاث اطواق سوا مشان هيك يبينوا. فكل فصل عن جد له شيء معين والوان معينه. خلينا هيك نستعرض شوي من النماذج اللي انت جايبتيها معك ونحكي عنها، كيف لحتى منين استوحيتي الفكره؟ مثلا هون عم نشوف قصص غريبه، نجوم وقلاده وخرز داخلين ببعض. كيف ممكن انه تستوحي هي التصاميم؟ من وين؟ وقد ايه بتاخذ معك القطعه؟ هلا انا خلينا نشوف الثانيه كمان بما انه عذبناك يا يوسف. حكي لنا عن هدول النماذج. هلا انا بستوحي الافكار اغلبها من تصاميم عالميه للاكسسوارز، يعني بفوت وبشوف مثلا شو الداري، شو طالع بالسوق اليوم، يعني شو عندنا شيء موضه، فبفوت وبستوحي الافكار. واكيد انا بكون جايبه الخرز وكل شيء قدامي، فبقعد هيك وبقول شو بدي اعمل بهدول الخرزات، فبيطلع شيء يعني فعلا مطلوب او فعلا السوق طالبه، ولا والصبايا هلا عم تحب هذا الشيء، عم تحب انه تشبه الموضه العالميه، انه تلبس اكسسوار مميز ويكون مطلوب حاليا بالسوق. طيب وكمان احنا عم نشوف لجانب هدول السناسل كمان عم نشوف في اساور وفي حلقات، كمان هدول الحلقات كثير دارجين، خبرينا عنهم اليوم. هدول الحلقات هن حلقات هن حديد مدخل لهم بوليميرز. تمام. فالبوليميري اللي بقلبهم كمان عم يعطوا هيك جمال للاذن لما تنحط هيك في البوليمير مع الحديد، مع يعني ما عادت حديد لحاله، البوليمير لما عم يتدخل عم يعطي هيك لون حلو وشيء حلو للاذن. والاساور يعني الاساور عم تكون هلا اكيد على البحر وهيك، فالصبايا عم تحب الالوان كتير. الازرق، الصدف، النجوم، فهلا اجباري على البحر هيك بحبوا. طيب مايا كمان عم نشوف في قصص هون هي نظارة. اكسسوار للنظاره هون مثلا كل القطعه قد ايه اخذت معك وقت؟ عم نشوف في كثير تفاصيل بهدول القطعه، في نجوم، في خرز، في هون فضه بس هيك ساده، هيك قطعه قد ايه اخذت معك وقت او عذاب وشغل؟ والله صراحه هن بياخذوا وقت منيح وبدها صبر كثير لحتى تطلع هيك قطعه، يعني عن جد لانه بيكونوا مثلا مفرودين الخرز قدامي وبدي اعرف شو بدي اعمل، فيعني تقريبا بتاخذ شيء 3 ساعات واكثر يعني لحتى طيب طلبات تطلع. العالم والزباين ما بتساعدك اكثر انه بيريحوكي اوف انه انا بدي اعمل على ذوق هي الصبيه، فبترتاحي ولا بتحبي يكون هيك شيء من تفكيرك على طول؟ لا هلا انا اذا اجاني طلب اكيد بشتغل عليه يعني وبحب. طبعا. بس احيانا بحب اعمل شيء مميز مشان يعني العالم تشوف على الصفحه انه لا انا هي القطعه اخذتها من مايا هاند ميد، يعني هي عاملتها انه هي مفكره فيها وعاملتها وانا حبيتها، فانه بحب انه انا اعمل شيء مميز والعالم تحب، فهيك بتشجع اكثر. تمام. بما انك ذكرتي موضوع صفحتك مايا هاند ميد، خبرينا اليوم اي مشروع مهما كان وخصوصا كان بالاكسسوارات او اي مشاريع الهاند ميد هي بحاجه اليوم لتسليط ضوء، فبتلاقي قد ايه مهم التسويق الصحيح اليوم لمشروعك،
إن كان من خلال صفحاتك على موقع التواصل الاجتماعي أو ما بعرف إذا شاركتي ببازارات ومعارض معينة. خبرينا اليوم كيف عم تقدري اليوم تسوقي لمشروعك بطريقة صحيحة وبطريقة تخلي الناس اليوم تعرف شغل مايا على أرض الواقع. تمام. هلا أنا بس أعمل القطاع بصورهم وبعرضهم على الصفحة، في عندي صفحتين على الفيسبوك وعلى الانستغرام. تمام. فبحاول إنه تطلع القطعة يعني هيك أحلى ما يمكن، لأنه فعلا أحيانا التصوير بيظلم شوي القطعة. تمام. تمام. إنه ما بتطلع بلونها الأصلي. إيه، فبحاول إنه أكتب تفاصيل عنها، إنه هي القطعة شو مثلا، من شو أنا صنعتها، من شو عملتها، إذا فيها مثلا ألمنيوم حديد كذا إنه بيروح اللون أو كذا أو لا. إيه، فبحاول إنه أكتب التفاصيل وصورها هيك منيح لحتى العالم فعلا تشوف لونها الحقيقي وكيف هي طالعة. وبعرضهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبشوف انه التعليقات والطلبات وهيك وشو بيصير معي. ويعني بصفحاتي انا يعني بحاول ركز اكثر شيء على الموديلات يعني فعلا الغريبه اللي ممكن انه تجذب، وبازارات اكيد شاركت لانه بحب انه كمان مشروعي يوصل لاكثر العالم على ارض الواقع غير بالصفحه. يعني وقت العالم مثلا تجي تمسك القطع على ارض الواقع يعني بحس فعلا انه انا فرحانه، تتفاعل بينك وبين الناس يعني فورا هيك مباشره بيناتنا، فكثير بنبسط. طيب معي اليوم بنشوف كثير من السبايا والسيدات فوق انهم بيحتاروا شو يلبسوا، بنشوف في مبالغه كثير باختيار الاكسسوار، بنشوفهم لابسين كثير قصص وعاجقين الدنيا وممكن ببعض الاوقات تطلع حلوه، انت شو رايك كمصممه بالمبالغه؟ هلا المبالغه باللبس الاكسسوري بقول انه هذا كل واحد ذوقه، يعني ان في عالم فعلا انه بتلبس كثير جنازير وقصص وهيك وبتحط كثير، فانه بقول انه هن هيك يعني ما ذوقهم يعني اجبار كل واحد عنده ذوق بالحياه. فانه لا انا بمشي حسب انه اذا هن حابين او هيك اي فلا ما بقول لهم شيء. تمام. مشروع تصميم الاكسسوار هو رغم انه هو مشروع صغير ولكن محبب بشكل كثير كبير للسيدات، لليوم كثير من الصبايا حابه انه هي تدخل بهيدا مشروع تبدع فيه. اليوم بتلاقي فيه أشخاص عم يراسلوكي كرمال يتعلموا هي المهنة، خبرينا أكثر. هلا اجباري اليوم الاكسسوارات صار كثير يعني مشروع يعني حلو ومهم وكل الصبايا عم تحب تعمل كمان. ومربح، فالصبايا عم تحب كثير انه تعمل اكسسوارز وتبيع، لانه فعلا هو غير انه مربح يعني صبيه فعلا اذا عندها مرأة بالاكسسوار فعلا هي بتنبسط، ولما تبيع القطعه بتنبسط اكثر لانه هي عملت شيء بهيك صنع ايدها وهي قاعده ومبسوطه، ولما باعتها انبسطت اكثر، ففعلا هو مرغوب وصار هلا كثير مشهور وصارت صبايا كلها حابه وصار في كثير صفحات انه تعمل اكسسوارز وتبيع، لانه فعلا هو غير انه مربح يعني صبيه فعلا اذا عندها مرأة بالاكسسوار فعلا هي بتنبسط، ولما تبيع القطعه بتنبسط اكثر لانه هي عملت شيء بهيك صنع ايدها وهي قاعده ومبسوطه، ولما باعتها انبسطت اكثر، ففعلا هو مرغوب وصار هلا كثير مشهور وصارت صبايا كلها حابه وصار في كثير صفحات انه تعمل اكسسوارز وتبيع، لانه فعلا هو غير انه مربح يعني صبيه فعلا اذا عندها مرأة بالاكسسوار فعلا هي بتنبسط، ولما تبيع القطعه بتنبسط اكثر لانه هي عملت شيء بهيك صنع ايدها وهي قاعده ومبسوطه، ولما باعتها انبسطت اكثر، ففعلا هو مرغوب وصار هلا كثير مشهور وصارت صبايا كلها حابه وصار في كثير صفحات انه تعمل اكسسوارز وتبيع، لانه فعلا هو غير انه مربح يعني صبيه فعلا اذا عندها مرأة بالاكسسوار فعلا هي بتنبسط، ولما تبيع القطعه بتنبسط اكثر لانه هي عملت شيء بهيك صنع ايدها وهي قاعده ومبسوطه، ولما باعتها انبسطت اكثر، ففعلا هو مرغوب وصار هلا كثير مشهور وصارت صبايا كلها حابه وصار في كثير صفحات انه تعمل اكسسوارز وتبيع، لانه فعلا هو غير انه مربح يعني صبيه فعلا اذا عندها مرأة بالاكسسوار فعلا هي بتنبسط، ولما تبيع القطعه بتنبسط اكثر لانه هي عملت شيء بهيك صنع ايدها وهي قاعده ومبسوطه، ولما باعتها انبسطت اكثر، ففعلا هو مرغوب وصار هلا كثير مشهور وصارت صبايا كلها حابه وصار في كثير صفحات انه تعمل اكسسوارز وتبيع، لانه فعلا هو غير انه مربح يعني صبيه فعلا اذا عندها مرأة بالاكسسوار فعلا هي بتنبسط، ولما تبيع القطعه بتنبسط اكثر لانه هي عملت شيء بهيك صنع ايدها وهي قاعده ومبسوطه، ولما باعتها انبسطت اكثر، ففعلا هو مرغوب وصار هلا كثير مشهور وصارت صبايا كلها حابه وصار في كثير صفحات
انه تعمل اكسسوارز وتبيع، لانه فعلا هو غير انه مربح، يعني صبيه فعلا اذا عندها مرأة بالاكسسوار فعلا هي بتنبسط، ولما تبيع القطعه بتنبسط اكثر لانه هي عملت شيء بهيك صنع ايدها وهي قاعده ومبسوطه، ولما باعتها انبسطت اكثر. ففعلا هو مرغوب وصار هلا كثير مشهور وصارت صبايا كلها حابه وصار في كثير صفحات انه تعمل اكسسوارز وتبيع، لانه فعلا هو غير انه مربح، يعني صبيه فعلا اذا عندها مرأة بالاكسسوار فعلا هي بتنبسط، ولما تبيع القطعه بتنبسط اكثر لانه هي عملت شيء بهيك صنع ايدها وهي قاعده ومبسوطه، ولما باعتها انبسطت اكثر. ففعلا هو مرغوب وصار هلا كثير مشهور وصارت صبايا كلها حابه وصار في كثير صفحات انه تعمل اكسسوارز وتبيع، لانه فعلا هو غير انه مربح، يعني صبيه فعلا اذا عندها مرأة بالاكسسوار فعلا هي بتنبسط، ولما تبيع القطعه بتنبسط اكثر لانه هي عملت شيء بهيك صنع ايدها وهي قاعده ومبسوطه، ولما باعتها انبسطت اكثر. ففعلا هو مرغوب وصار هلا كثير مشهور وصارت صبايا كلها حابه وصار في كثير صفحات انه تعمل اكسسوارز وتبيع، لانه فعلا هو غير انه مربح، يعني صبيه فعلا اذا عندها مرأة بالاكسسوار فعلا هي بتنبسط، ولما تبيع القطعه بتنبسط اكثر لانه هي عملت شيء بهيك صنع ايدها وهي قاعده ومبسوطه، ولما باعتها انبسطت اكثر. ففعلا هو مرغوب وصار هلا كثير مشهور وصارت صبايا كلها حابه وصار في كثير صفحات انه تعمل اكسسوارز وتبيع، لانه فعلا هو غير انه مربح، يعني صبيه فعلا اذا عندها مرأة بالاكسسوار فعلا هي بتنبسط، ولما تبيع القطعه بتنبسط اكثر لانه هي عملت شيء بهيك صنع ايدها وهي قاعده ومبسوطه، ولما باعتها انبسطت اكثر. ففعلا هو مرغوب وصار هلا كثير مشهور وصارت صبايا كلها حابه وصار في كثير صفحات انه تعمل اكسسوارز وتبيع، لانه فعلا هو غير انه مربح، يعني صبيه فعلا اذا عندها مرأة بالاكسسوار فعلا هي بتنبسط، ولما تبيع القطعه بتنبسط اكثر لانه هي عملت شيء بهيك صنع ايدها وهي قاعده ومبسوطه، ولما باعتها انبسطت اكثر. ففعلا هو مرغوب وصار هلا كثير مشهور وصارت صبايا كلها حابه وصار في كثير صفحات انه تعمل اكسسوارز وتبيع، لانه فعلا هو غير انه مربح، يعني صبيه فعلا اذا عندها مرأة بالاكسسوار فعلا هي بتنبسط.